أهلا بكم. انطلاقا من روح المحبة والسلام الذي تنادي به التعاليم المسيحية، انطلقت في الأردن أعمال لقاء خدام الرعاية الذي نظمته جمعية دار الكتاب المقدس بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة من مختلف الكنائس. المزيد في سياق التقرير التالي. جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم الآباء الكهنة والرعاة الكنسيين من وعظ وإرشاد وتراث موسيقي كنسي كانت محور اللقاء السنوي الثالث الذي نظمته على مدى يومين في البحر الميت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن بحضور عدد من الأساقفة والكهنة من مختلف الكنائس الرسولية في المملكة. السيد منذر النعمات مدير الجمعية وبعد افتتاحه لفعاليات اللقاء قدم نبذة عن أعمال ونشاط الجمعية التي مضى على إنشائها نحو 22 عاما، حيث سعت منذ تأسيسها إلى رفع الوعي في الكنائس من خلال تعريف الرعاية بالكتاب المقدس، مشيرا إلى دور الجمعية في تنمية أواصر الصداقة والمودة والتعاون بين أعضائها وبين غيرها من الجمعيات والمؤسسات الصديقة والشقيقة المماثلة، وذلك انطلاقا من روح المحبة والسلام الذي تنادي به التعاليم المسيحية. إجت السنة هاي تحت عنوان مفهوم الرعاية في الكتاب المقدس، واللي بيركز على مفهوم الرعاة والرعاية، وبيستنبط مبادئه من الكتاب المقدس. رح نحكي فيه عن الرعاية وفن الوعد، رح نحكي عن الرعاية والمشورة، ورح نحكي كيف يكون في توازن ما بين الرعاية ودور الراعي في الرعاية ودوره الإداري ومهامه اللي متطلبة في هاي الحياة إداريا. اللي بفرحنا أكثر في هذا اللقاء هو وجود العائلة الكنسية واحدة من كل الكنائس. إذا بتشوف اليوم بتشوف كل العائلات الكنسية، ما بدي أذكرهم حتى ما أنسى حدا، لكن كل العائلات الكنسية بلا استثناء اللي موجودين على الأرض الأردنية هم موجودين في هذا اللقاء وممثلين بهذا اللقاء. هذا الجو من الأخوة، من المحبة، من التعاون، من الشراكة مع بعض، مع فتح الأفاق ما بين الرعاة والكنائس. هذا الثمر اللي احنا بنقدر نعتز فيه اليوم كلياتنا كدار كتاب مقدس، ككنيسة الأردن، رعاة كنيسة الأردن، بنقدر اليوم نعتز فيه انه هو نموذج. ودائما الأردن عم يسجل نماذج كثير، ان كان في العلاقات الأخوية ما بين المسيحيين والمسلمين، فما بالك كمان انه يكون هو كمان نموذج، يسجل العلاقات، يكون نموذج في العلاقات الأخوية ما بين المسيحيين والمسيحيين. وبين رئيس الهيئة الإدارية لجمعية دار الكتاب المقدس الأب إبراهيم دبور أن هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز الوحدة بين الرعاة من مختلف الكنائس وتزيد الألفة والمحبة فيما بينهم، مشيدا بدور جمعية الكتاب المقدس التي تضع على رأس أولوياتها الالتقاء حول الكتاب المقدس وتجمعنا بمحبتها وخدمتها وعطائها حتى صارت مظلة يحتضن بين ثناياها كل المسيحيين في هذا الوطن. فرحتنا كبيرة المزبوط إنه منشوف رؤساء ورعاة كنائسنا في الأردن بيجتمعوا مع بعض، بيحيوا مع بعض، نعيش مع بعض، نحترم بعض، نتكلم في الكتاب المقدس سوية، نشرح الكتاب المقدس، وكل ما اقتربنا من الكتاب المقدس اقتربنا من الله واقتربنا من بعضنا البعض. بشجع دائما مثل هيك اجتماعات، هاي الاجتماعات اللي أدت إلى الوحدة بين كتير من الرعاة من كافة الكنائس، صار في بناتنا ألفة، صار في بناتنا محبة، صار في بناتنا علم، والتعددية هي غنى للكنيسة. علينا أن نحب بعضنا بعضا بمحبة صادقة دون رياء، محبة تخدمه، تخدم كلمته،
تخدم نشرها في أرجاء هذا البلد، لأنه بكل صراحة إحنا ما إلنا إلا بعض. ومن جهتهم أشاد المشاركون من الكهنة وخدام الرعاية بأهمية هذه اللقاءات، داعين إلى استمرارها بشكل سنوي حتى تزيد من محبتهم لبعضهم وعطائهم للآخرين، وحتى يستطيعوا أيضاً أداء رسالتهم الروحية والدينية والاجتماعية. أكيد الشعور جميل جداً جداً، لاسيما بعد عيد العنصرة. امبارح الكنيسة عيدت للعنصرة ولحلول الروح القدس واجتماع كل الشعوب. حسب أعمال الرسل بقلنا أنه كان في كل الشعوب، كل الأمم كانت مجتمعة. واليوم بالنسبة لنا كمان هذا اللقاء هو لقاء، هو عنصرة جديدة بالنسبة لكنيسة الأردن من خلال اجتماع كل الكنائس وكل الجماعات الكنسية في هذا اللقاء، لقاء خدام الرعاية. بالتأكيد هذه اللقاءات ليست هي مفيدة فقط ولها إيجابيات أو ردة فعل إيجابية على خدام الرعاية فقط، بل على كل رعاية الكنائس. الشعب حينما يجد راعيه أو خادمه أو كاهنه مع بقية الرعاية، خدام الرعاية من الكنائس الأخرى سواء الكاثوليكية أو اللاتين أو الإنجليين أو هذا بيكون له كمان مردود إيجابي على العلاقات بين المسيحيين ببعضهم ببعض. انطباعي أولا بهذا الحس المسكون تجاه الآخرين، أولا هذا الجميع يجتمع، ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، وثانيا بعطيني أيضا حافز لأكون منفتح على الآخر، العمل مع الكنائس الأخرى بالكتاب المقدس، نبعد نوعا ما عن هذه الخلافات ونجتمع حول كلمة الله اللي بتوحدنا وإيماننا ومعموديتنا بيسوع المسيح. نتمنى أن تدوم هذه الأمور، لأنه في هذا المؤتمر وفي هذا اللقاء سنتعلم أشياء كثيرة عن الوعظ، نتعلم عن الرعاية، نتعلم أشياء كثيرة عن كيف تكون الحياة وكيف تكون الحياة المسيحية الحقيقية، كيف يتعامل الخدام مع الرعاية، وكيف يتعامل الخدام مع عائلاتهم، وكيف يتعامل الخدام مع أوطانهم، وكيف يتعامل الخدام مع مجتمعاتهم التي هي مختلفة وفي من كل مكان. أنا بشكر نورسات اللي هي دائما سباقة إلى هذه اللقاءات، ودائما نراها بالطليعة، ونتمنى من الرب أن يرعاهم ويحميهم ويجعل كل أمورهم أن تكون هي لمجد الله الآب في كل الأمور. محبة تخدمه، تخدم كلمته، تخدم نشرها في أرجاء هذا البلد. بكل صراحة إحنا ما إلنا إلا بعض.